يقيم صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله هنا بالقصر الملكي بالدار البيضاء مأدبة إفطار رسمية على شرف فخامة السيد ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الذي بدأ اليوم زيارة رسمية للمغرب. وتجمع البلدين علاقات عريقة يوحدهما عمق روحي متجدر وحس إنساني تضامني نبيل وسمو انتماء إفريقي أصيل. جلالة الملك محمد السادس حفظه الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقبال الرئيس السنغالي فخامة السيد ماكي سال هنا عند مدخل القصر الملكي بالدار البيضاء. لقد ترك الملوك الأشراف في السنغال إرثا تاريخيا دينيا حضاريا ثقافيا وروحيا ساهم بقدر كبير في ترسيخ التحام المغرب والسنغال وتشكيل الهوية المشتركة للبلدين من خلال تكريس إسلام الوسطية القائم على التسامح والتقوى والفهم المتبصر والسليم لمبادئ الدين الحنيف. يحضر مأدبة الإفطار الرسمية التي يقيمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل. يحضرها الوفد المرافق للرئيس السنغالي فخامة السيد ماكي سال ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ومستشار جلالة الملك وأعضاء الحكومة وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. تأتي زيارة الرئيس السنغالي لبلادنا اليوم لتجدد حلقات هذا التاريخ المضيء المسنود بحاضر متقدم متفتح والمشدود إلى المستقبل الذي تحكمه علاقات قوية قائمة على التفاهم الكامل بين القيادة الرشيدة للبلدين الصديقين اللذين يملكان في ظل أجواء الإخاء والمحبة والتقارب من الإقدام ما يتوجب استثماره خدمة للتنمية والتعاون المشترك. يودع صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ضيفه الكريم في ختام مأدبة الإفطار الرسمية التي أقامها جلالته على شرف فخامة السيد ماكي سال رئيس جمهورية السنغال والوفد المرافق له.